السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. الله وبركاته اخواني واصدقائي، اشكركم جدا على الاشتراك في قناتي، قناة تعلم العود بطريقة سهلة مع زياد، وشكرا لملاحظاتكم، وشكرا ايضا لاسئلتكم الجميلة جدا اللي هي شجعنا اكثر انه نقدم لكم فن ونقدم لكم بعض المعلومات اللي ان شاء الله استفاديتوا من عندها بتعلم آلة العود، هذه الآلة اللي تاريخها قبل 2350 قبل الميلاد. كما اشكر الجروبات اللي تدعوني إلها، واشكر الجروبات اللي اشارك بها، او اي شيء انه يحب انه يستفاد بسؤال. حاضرين احنا اليوم نكمل مقاماتنا اللي ابتدينا بها، ابتداء من مقام العجم ثم الجهرقة اللي تابع للعجم، واخذنا شوق افزة تابع للعجم، تلقوها دائما بسلسلة دروس المقامات مرتبة بقائمة التشغيل اللي موجودة بالفيديو، وتدخلون عليها دروس الايقاعات في جنب ودروس المقامات في جنب مرتبة بشكل ترتيبي ومنفصل لكم، حتى لا تعبون أكثر وتستمتعون وتستفادون فائدة كثيرة أكاديمية. راح نلاحظ أمامنا اليوم مقام النهاوند، راح نلاحظ أمامنا في الصورة مقام النهاوند، هو مقام أساسي ورئيسي طبعا. مقام النهاوند واللي هو دائما متكون من أجناس اللي أمامكم الصورة، الجنس الأول اللي هو يبدي من الدو، تلاحظوها رقم واحد دو، هذه بمنتصف خط، هذه علامة دو، ثم الجنبها ري، ثم على الخط مي، ثم فا، هذه كل لاحظ احنا كل اربع درجات تكون جنس، هذا الجنس الاول يكون جنس نهاوند اللي في الاعلى تلاحظون الخط، ثم الجنس الثاني اللي هو يبتدي من الصول لا سي دو، واضح امامكم الصول على الخط الثاني، ثم اللا، ثم السي، ثم الدو، هذا الجنس جنس حجاز، ثم بالنزول دو الجواب اللي هي بعد الخط الثالث دو سي، هذه العلامة يعني بيمول، ولا صول، هذا الجنس يسمى جنس كورد. بالمناسبة راح أبدي أشرح لكم بالبداية، قلنا في البداية يبتدي من الدو، يرتكز على درجة الدو مقام النهاوند، هذا نبدي بالبداية رقم واحد دو، رقم اثنين ري، رقم ثلاثة أو ثلاثة مي بيمول، هاي العلامة بيمول اللي تقلل نصف، ثم بعد المي فا بين الخطين رقم أربعة، ثم رقم خمسة صول، ثم رقم ستة لا، هاي لا بيمول، ثم رقم سبعة سي ناتوريل أو ناتوريل يعني طبيعي طبيعية، ثم دو جواب، ثم سي بيمول، ثم لا بيمول، ثم صول. أعيد مرة أخرى قبل ما أدخل، دو ري مطلق، مي إصبع الأول، فا إصبع الثالث، صول مطلق، لا بيمول إصبع أول، ثم سي ناتشورال أو ناتورال يعني طبيعية إصبع الرابع، ثم دو الجواب، ثم سي بيمول، ثم لا بيمول، ثم صول. تلاحظون أمامكم بالصورة. الآن بالعود راح يكون أمامكم هنا، راح يبدي من دو، دائما ناخذ الريشه ذو علامه الانوارات اللي بريشه العود اللي هي تتكون من اربع ريش، هذا المي بيمول الاصبع الاول اللي قلنا عليه، فا صول لا سي دا، واضح دا سي بيمول لا صول، اصبع ثالث لا صول فا بيمول. تحياتي لكم واتمنى الاعجاب والاشتراك، واي استفسار حاضر وموجود في صندوق الوصف، في صندوق الوصف موجود مجموعه الاغاني اللي راح تنوخذ على هذا المقام، وحتى تقدرون انه تفرزنون او تعرفون
أي أغنية تسمعوها مستقبلاً أنه هذا مقام النهاوند، من خلال السلم ومن خلال في صندوق الوصف مجموعة الأغاني اللي راح تلاحظون مقام النهاوند واضح وجميل جداً. شكرا لكم وتحياتي لكم، وأتمنى لكم التوفيق. تحياتي لكم، زياد هادي الأستاذ في معهد الدراسات الموسيقية. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.